أمين بينقلها ابن تيمية. لاحظ في مقدمة أصول التفسير أقوال لك عن شعب أقوال التابعين في الفروع ليست بحجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ لاحظ، وهاي هون هذا الراجعي لما بيقول لك شوف استوى، هل يكون الاستواء لا يجوز؟ بيقول لك نعم، الرحمن العرش استوى اي على وجلس، وهذا الكلام بيقول لك هذا لا غبار عليه، وهذا رد على الشموسي اللي قال لك ما حد من الوهابي يا اخي قال انه استوى بمعنى ايش؟ بمعنى جلس. واذا انت بتقول انه والله انه استوى هنا يعني تفسيره بعلى لا يغ... لا 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 يخالف تفسيره بجلس. اي طيب، ما احنا ايضا نقول لك ايضا نفس الشيء انه على تفسيره بعلى لا يناقض تفسيره باستولى، لانه على الشيء استولى عليه. وهذه انا لما عثرت عليها يا سلام كيفت عليها. لاحظوا هنا ايش ضل عندك، وهي هون ايضا الطبري في تفسيره يقول على علي علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال. يعني حتى لو فسرته بالعلو، ماذا تقصد بالعلو؟ علو ملك وسلطان ايه نقول به، ولا علو انتقال وزوال؟ لا، هذا اصلا انت لا تقول به، لانه لو تقول به معنى ذلك انه تقول لم يكن عاليا ثم صار عاليا. طيب هذا ضد مذهبك، لانه ابن تيمية ينص على انه ولم يزل عاليا. لذلك هون لما هذا الشيخ الغنيمي هذا الوهابي لما نقل كلام الطبري قال لك لا، هذا من جنس كلام اهل البدع وهو تأويل باطل. وانا اريك اين ابن تيمية نص على انه لم يزل عاليا. لم يزل عاليا، اين هذه نص عليها؟ نجيب لك اياها من هلا تجي. طيب هلا اشوف هون هاي، وبعدين انت لما بتقول استوى على، اصلا هذا هما صفتان وليس صفه واحده، هي صفه العلو وصفه الاستواء، لانه بينهما فرق. وهي هون ابن تيميه بيقول لك الاستواء على العرش هذا طريقه السمع صفه خبريه، اما العلو لاحظ هذه تعلم بالعقل. لاحظتم؟ هذا فكيف انت، وهون عم بيقول لك بين الاستواء والاستقرار والقعود لاحظ فروقا، وقد علم ان بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفه. حتى ما يقول لك ويجي الوهابي يا اخي ما في فرق بين تفاسير السلف للاستواء الاستقرار والقعود كلها بمعنى واحد. لا، بيقول لك لاحظ بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معلومه معروفه. لاحظ وإيش كمان، وهاي هون الفرق بين التمثيل والتشبيه. أنت عم بتقول هذا لأنه هذا الوهابي بيقول لك لا لا لا، نحن لا نقول، أو يقول بأن الأشاعرة مشبهة. طيب تعال أنت تنص على التشبيه، شوف بيقول لك فلهذا، هذا صالح على الشيخ بيقول لك فلهذا لا يطلق النفي للتشبيه، لا نقول التشبيه منتفي مطلقا كما يقول من لا يحسن، بل يقال التمثيل منتفي مطلقا. إذن المنفي هو، لاحظ المنفي هو التمثيل وليس التشبيه. لاحظ بيقول لك هو الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، وإذا كنا بيقول لك لفظ التشبيه لم يرد فيه النفي، أنه ما الله ما نفى أنه ما نفى الشبيه عن نفسه. لاحظ بيقول لك حتى أكثر السلف ما أطلقوا نفي التشبيه، وإنما أطلقوا نفي التمثيل، وأنه لم يرد نفي التشبيه في الكتاب ولا في السنة. لاحظتم؟ إنما ورد أنا نفي التمثيل. طيب إذا كان عندك أنت أصلا إذا التشبيه وارد، فكيف عمال تتهم الأشاعرة بالتشبيه بأنه مشبه؟ شوف، وأما المشابهة في مطلق المعنى، هذا كمان أيضا صالح الشيخ، لاحظ وهو أصله الذي حصل به الاشتراك، فإن هذا ليس منفيا لأن هذا أثبته الرب. لاحظتم؟ هذه هدية، وهذه هون لسا شوف يقول لك، ولهذا لما قالت الجهمية كما في الرد على الزنادقة، لاحظ وهذا الكتاب أصلا فيه شك في ثبوته، إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه المشابهة، قال الإمام أحمد كفرتم. لاحظ قالوا كيف؟ قال أنكرتم وجود الله لأنكم لم تثبتوا نوعا من المشابهة. طيب خلينا نسمع هذا صالح هذا السني، هو عم بيقول لك الشاعر مشبه.
القوم غارقون في التشبيه إلى رؤوسهم. عرفتوا مين عم يقول هذا الكلام؟ هو نفسه اللي عم يحكي عن أحمد أنه هو كفر الجامية لأنهم قالوا الله لا يشبه وجه المخلوق بوجه من الوجوه. شايفين؟ شايفين؟ وهاي هون لما بيقول لك أنه والله هذا صالح السندي لما بيقول لك أنه طيب تقولون له استيلاء يليق به، بيقول لك طيب لماذا لا تقول له استواء يليق به، وكل جواب لكم نجيب بمثله. طيب ما هو هذا قاله ابن حجر هون لما قال في حديث عند حديث إن ربه بينه وبين القبلة، إيش قال؟ شوفوا هون كلمة، لاحظوا فيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته، ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك. يعني كل تأويل أنت تقول به للمعية يقال بمثله يعني أو تؤول آيات الاستواء بمثل ذلك. يعني إذا قال هو معك وهو معكم بعلمي، طيب نقول استوى على العرش بتدبيري. إذا قال لا هذا تأويل، نقول له أيضا أنت أيضا ارتكبت التأويل، لأنه هو أصلا هذا حمل المعية على المعية بالعلم هذا تأويل باعتراف ابن عثيمين، أريكم إياه. لاحظوا هون، شوف هذا كلام ابن عثيمين هون بشرح 40 نووي، لاحظ إن التأويل إذا دل عليه الدليل فلا مانع منه، فها هم السلف أولوا المعية بالعلم خوفا من أن يظن أن المعية بالذات في نفس الأرض. لاحظتم؟ إذا أولوا المعية، هذا اعتراف بأنهم أولوا. شوف، ولذلك هون أيضا إمام الحرمين في الإرشاد نفس الشيء قال، لاحظ أنه إذا تأولوا الاستواء بمعنى عفوا إذا تأولوا هنا أنه وهو معكم أينما كنتم، إذا قالوا يعني المقصود بالمعية الإحاطة بالعلم، إيه لم يمتنع منا حمل الاستواء على القهر والغلبة. لاحظتم؟ وأنه مهما أجابوا نحن نجيب بمثله. هذا كلام هون بطوله، لاحظتم؟ فهذا هون لما قال لك هذا صالح السندي قال لك يعني وكل جواب يجيبون به نجيب بمثله، طيب ما احنا نقول ايضا نفس الشيء. لاحظوا هون استواء يليق بالله عز وجل، وكل جواب تجيبون به على قولنا نرده عليكم بلفظه. ايوه فتح الله عليك، ونحن هكذا نفعل. اذا بتقول لنا استوى على العرش، طيب بقول لك وهو معكم اينما كنتم، بتقول بعلمي بقول لك انك استوى بتدبيره ايضا، بتقول لا هذا تاويل بقول لك ايضا استوى بعلمي هذا تاويل اعتراف ابن عثيمين قبل قليل، بتقول بس انا اولته بدليل القرينه انه قرينه السياق، طيب وانا من عندي قرينه السياق ثم استوى على العرش يدبر الامر. فكل شيء تجيب به اجيب به بمثله، يعني ما تفكر انت بس شاطر، لكن هؤلاء الذين يسمعون وهكذا فكرين. وهي هون حتى تشوفوا انه هذا فيلم هندي اللي ذكروا هذا كتاب هذا، شوف هلا هون، شوف هلا قلتم هذا كلام الالباني، شوف في السلسله الضعيفه، فهلا قلتم كما قال السلف استوى استعلى ثم جرتم استيلاء عن كل ما يليق به كالمكان والاستقرار. لاحظتم؟ يجرد المكان عن المكان والاستقرار. اللي قبل شوي كان هذا الوهابي كان عم يشتموه بيقول لك لا لا لا، هاي هون شوفوا هذا في واحد وهابي كاتب كتاب هذا مقال اللي هو بعنوان ابن بطال فضح ابن بطال الجهمي، بيروح بيجيب كلام اللي هون انه بكر ابو زيد نفى ثبوت استقرار الله على عرش، ونفى نسبة هذا الى ابن تيمية، وحتى الالباني شوف نفس الشيء قال، فبيروح هذا بيقول لك لا والحق، هذا الوهابي بيقول لك والحق أن الألباني وبكر كلاهما غالط، يعني في نفي الاستقرار أو في نفي تفسير الاستواء والاستقرار، بيقول لك وهذا الاستقرار من معاني والاستواء من معاني الاستواء والاستقرار من معاني والاستقرار من معاني الاستواء. يعني حتى أنتوا الوهابي مختلفين بين بعضكم، جي عم تحاسبنا. هذا المضحك، وهابي أصلا
يعني ما اتفقوا على شيء. بعدين شوفوا هلا هاي هون ابن تيمية بيقول لك اصلا، او بيقول لك خلق ادم على صورة نفسه، ويقول لك هذا موجود اصلا في التوراة، انه جاء في السفر الاول منها سنخلق بشرا على صورتنا يشبهها. ده بيحتج ابن تيمية بالتوراة على اثبات المشابهة. وهي هون الطبري لما قال انه الاستواء في كلام العرب، منصرف على وجوه، انه منها انتهاء شباب الرجل وقوته، ومنها استقامة ما كان فيه أود، ومنها الإقبال على الشيء، ومنها الاستيلاء والاحتواء، أنه استوى فلان على المملكة بمعنى احتوى عليها وحازها. وهذه طبعا رد على دمشقي، ويقول لك لا لا، هذا المعنى لا يوجد في كلام العرب، أنه استوى بمعنى استولى. وبعدين إلى أن يقول لاحظ، طبعا هو بيقول لك استوى أي نعم على علينا وارتفع، إيه بس إيش بيقول لك بالأخير؟ بيقول لك على عليها علو ملك وسلطان، لا علو انتقال وزوال. اللي هو هذا بينقل عنه الغنيمان الوهابي وينكره عليه، كما سبق أن أتينا لكم بذلك، لاحظتم. وهي هون أنت عم بتقول أنه الأشاعرة قالوا ما استوى، لأن الاستواء من صفات المخلوقين. طيب أنت ما قرأت كتب الأشاعرة أصلا، ما إذن اقرأوا من هون. شوف هون بيجيب لك كلام، الجويني عن الاستواء، إيش بيقول لك؟ أنه الاستواء لا يمتنع حمل الاستواء على القهر والغلبة، وذلك شائع في اللغة، يقال استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك. قبل قليل قاله الطبري هنا، لاحظ استوى فلان على المملكة احتوى عليها وحازها. فهنا كما ترون، لاحظ، فهذا لما بيجي بيقول لك يعني هم ما قالوا انه نفوا الاستواء، لانهم قالوا الاستواء من صفات المخلوقين، هذا كله طق حنك، ما حد قال بذلك. لاحظ، او حسب علمي انا، انما اما حملوها على استواء على القهر والغلبه بدليل ثم استوى على العرش يدبر الامر، واما انه قالوا هذا كلام السلف، انه السلف لم يفسروا او لم يتكلموا فيه. وجيب لك انا كلام الحميدي، لاحظوا هون، وثبت عن الحميدي، لاحظ، انه قال في هذه الايات متشابهه، والسماوات مطويات بيمينه، بل يداه مبسوطتان والرحمن عرش استوى، لاحظ انه نقول بما في القران والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقول الرحمن عرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو جهمي. يعني انت هذا صالح هذا السندي ونفسه جابي صار الان، لما الان شوف بيقول لك من زعم غير هذا فهو جهمي. هذا هو بتقول لي طيب قضيه مجاهد هذه اجبنا عنها، يعني هو بالاخير سيكون انه ايش في عده اقوال اذا للسلف، وليس قولا واحدا. طبعا انا فاتني فقط ان اخيرا انتهينا الان، لكن فاتني ان اوثق امرين، وحدي بحلقة لما تحدانا هذا الشموسي في قضية أنه أعطوني هاتوا لشوف 40 واحد أو 38 واحد من الأشاعرة في تاريخ بغداد. أنا طبعا عرضت بعض الناس الذي يعني ترجم لهم الخطيب البغدادي على أنه من الأشاعرة، لكن ما استكملت. فمثلا عرضت هذا ابن عمروي، لاحظ بيقول لك ويعرف الكلام على مذهب الأشعري، وهذا أبو علي البزاز، لاحظ، وكان يفهم الكلام على مذهب الأشعري، لاحظ، وكل هذه يسوق مساق المدح. ولاحظ وهذا الاسترابازي، لاحظ بيقول لك وكان صدوقا فاضلا صالحا، لاحظ، وكان يفهم الكلام على مذهب الأشعري، يعني شوف عم يسوق مساق المدح، لاحظ الاسترابازي. شوف في عندك مين كمان؟ في عندك هذا ابن اللبان، لاحظ، أبو محمد الأصبهاني ابن اللبان، لاحظ، صاحب القاضي أبا بكر الأشعري، يعني ابن الباقلان، يعني ودرس عليه أصول الديانات وأصول الفقه، ودرس فقه الشافعية على أبي حامد إسفرايني، لاحظ. في عندك عبد الملك ابن هوازن، لاحظ، القشيري، بيقول لك يعرف الأصول على مذهب الأشعري، لاحظ. وفي عندك هون هذا أبو الحسن الأشعري نفسه، لاحظ، صاحب الكتب والتصانيف والرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر الأصناف المبتدعة، وكانت يعني يترجم له الترجمة طنان، لاحظ، ويختمها بهذه، وكانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله تعالى الأشعرية فحجرهم
أو فجحرهم في أقماع السمسم. فجحرهم يعني ردهم في هذا، يعني ضيق عليهم أو جعلهم في أقماع السمسم، يعني قمع، هذا أظن هو جمع قمع، يعني في يعني حشرهم في الزاوية يعني. أيضا هون أبو علي الفارسي، أبو الحسن، عفوا، أبو الحسن الفارسي يقول لك أيضا صاحب القاضي أبا بكر بن الطيب الأشعري ودرس عليه الكلام، لاحظ لاحظ، وله كله إلا اليسير منه في مدح الصحابة والرد على الرافض، لاحظ، يعني كان يرد أيضا على الرافضة. طيب هذا هون بالنسبة للوثيقة الأولى. في وثيقة ثانية أيضا رد على، لحظة أجيب لك إياها هاي، لأنه في تنتين، هي أنا عرضت وحدي وظليت وحدي. لحظة، وهذه هنا أيضا تتمة التراجم، لاحظ. أيضا في، طبعا أنا بحثت هذا بشكل سريع يعني، لاحظ في تاريخ بغداد وجدت هذه، ترى يعني هؤلاء العلماء الذين يعني إيش ترجم لهم على أنهم من الأشاعرة. طبعا ونحن تحدينا ابن شمس يأتينا بواحد اسمه هكذا سلفي من تاريخ بغداد، ما وجد أحد، بل تحدينا أن يأتي بواحد مسلم من تاريخ بغداد ولا من غيره، يعني حقق شروط الإسلام على الشروط السبعة للا إله الله عند ابن عبد الوهاب، عرفتم؟ اللي طبعا ما حققها إلا ابن عبد الوهاب هذه نفسه بقى عندهم. هذا هون بيترجم لأبي مجاهد، هذا اللي هو تلميذ أبي بكر الأشعري، لاحظ بيقول لك درس القاضي أبو بكر ابن الطيب عليه، يعني ابن الباقلاني درس على ابن مجاهد، لاحظ. وكان أبو بكر البرقاني يثني عليه ثناء حسن، يعني يثني على هذا ابن مجاهد. في هذا أبو جعفر السمناني أيضا، لاحظ هون بيقول لك كان ثقة عالما فاضلا سخيا حسن الكلام يعتقد في الأصول مذهب الأشعري، لاحظتم. في هنا أيضا ترجمت ابن الباقلاني المتكلم يقول لك على مذهب الأشعري من أهل البصرة، لاحظ بيقول لك فأما علم الكلام وكانت، لاحظ، وكان ثقة، فأما علم الكلام فكان أعرف الناس به وأحسنهم خاطرا وأجودهم لسانا وأوضحهم بيانا وأصحهم عبارة، لاحظ، وكان صدوقا ثقة يعرف شيئا من الكلام على مذهب الأشعري، لاحظ. بيقول لك هون كان رافضيا، نشوف هذا هون بقى شغلة ثانية، أنه هون هذه تاريخ بغداد، أنه يترجم لكل من دخل بغداد ولكل من يعني ولد فيها أو مات فيها من المشاهير يعني، ومنهم مثلا ناس رافضة، لاحظ يقول لك مثلا هذا اللي هو اسم المعبدي يقول لك كان رافضيا غاليا في الرفض، هذا أحدهم، وإلا في كثير هذا هكذا وصفهم بأنهم رافضة. فتاريخ بغداد مليء بهكذا وهكذا. وشوف وهون هي أبو حامد الأشعري الأصبهاني، وفي هون كمان هذا واحد اسمه ابن الدلويه، اللي يقول لك يعرف الأصول، كان شافعيا ويعرف الأصول على مذهب الأشعري وكان صدوقا، لاحظتم. بقي شيء أنا أوثقه بقى من هذا، فاتني أن أوثقه، اللي هو قضية أنه هذا قضيت هنا في رضاع الكبير، في رضاع الكبير هنا هذا لما احتج أنه إيش، أنه يقول لك هاي أنه كان الرضاع عن طريق واسطة، يقول لك كان يحلب في مصعط أو إناء قدر أو في إناء قدر الرضاع فيشربه السالم كل يوم 5 مرات. هذا مين في؟ محمد بن عمر اللي هو الواقدي هذا، لاحظتم. وقلنا لكم نحن هذا أصلا هم لما جاء في سند في قضية التوسل أو الاستغاثة رفضوه، لأنه بيقول لك هذا في محمد بن عمر الواقدي وهو كذاب، لاحظ. هون مثلا هاي في قضية اللي هو أنه هون لما أصاب الناس قحط في زمن عمر، لاحظ، فجاء رجل إلى قبر النبي فقال يا رسول الله استسقي لأمتك، اللي هي آل ابن باز، بيقول لك هذا من أنواع الشرك، لاحظ. وبيقول لك هذه، لاحظ، بيقول لك هذه في رواية انه هذا الذي جاء الى قبر النبي هو بلال بن الحارث الصحابي المزني، يقول لك لا هذا في سندها سيف، لاحظ. طيب هون شوف هون بقى قضيه انه وقع في هذا الواقدي،
لحظة، هذه طبعا هنا فيها علوها بسيف، انه هذه اللي هو انه هذا الصحابي الذي الشخص الذي جاء هو صحابي اسمه بلال المزني، يقول لك لكن هذا في روايته سيف، وهو سيف لان سيفا هذا هو ابن عمر التميمي، متفق على ضعفه، كان يضع الحديث. لكن في هذا الباقدي ايضا هذا اللي هو موجود، لاحظ، ومثله، شوف هون بقى كنا نبدأ عليه، ومثله محمد بن عمر الواقدي، قد اغتر به الدكتور البوطي فروى اخبارا كثيره في قصص السيره. لاحظ الواقدي هذا متروك الحديث، لاحظ انه هون شوف، وقد روى ابن ابي شيبه باسناد صحيح روايه ابي صالح السمان عن مالك، لاحظ الدار هذا، ومثله محمد بن عمر، يعني هاي هون صفحه 221، هاي صفحه 120، شوف يعني بقول لك هون هذا سيف هذا الذي وقع في روايه انه هذا الذي جاء الى قبر النبي وقال استسقي لامتك، انه هذا الذي جاء هو بلال بن الحارث المزني الصحابي، بيقول لك لا هذا الذي رواه فيه سيف، هذا بيقول لك ضعيف. وبيقول لك ومثله لوط بن يحيى مخنف، ابو مخنف هذا بيقول لك ايضا ضعيف، ومثله محمد بن عمر الواقدي، لاحظ اللي هو هذا هون اخونا هذا هون هذا زين خير الله عم بيحتج فيه محمد بن عمر الواقدي، انه هذا كان عم يحتاج فيه لتأويل حديث رضاع الكبير. شوف ونحن لما أتينا برواية فيها تأويل بقى لحديث الجارية، شوف يعني كيف يعني هذا المنهج هم لا يرضونه في حديث الجارية. مثلا هون حديث الجارية وأصلا جاء في رواية رواها هذا ابن المحاملي، ما في قضية أين الله أصلا، لاحظوا هنا شوف يعني هو بيستشهد بروايات من خارج الصحيح، لاحظ هو مثلا شوف هذه أمالي المحاملي انه بيذكر هذا حديث معاوية بن الحكم، نفس هذا اسناد مسلم يحيى بن ابي كثير عن هلال عن عطاء عن معاوية، شوف بالاخير بيقول له انه لما ضرب ولكني سككت وسك فاتيت النبي فعظم ذلك علي، يعني لامه لماذا ضربتها؟ قلت يا رسول الله اعتقها، يعني هل أعتقها؟ قال ائتيني بها، فأتيت بها فقال من أنا؟ فقال أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. طيب هذا نفس السند اللي إيش؟ اللي سند مسلم، ما فيها أين الله أصلا. في لما نحن أتينا لهم بهذا برواية أنه فأشارت إلى السماء، يقول لك لا هذه ضعيفة، أشارت هذه الجارية، لاحظ هذه يعني حتى تعرفوا انه هؤلاء القوم كيف عندهم اضطراب في المنهج. لاحظ انه هاي هون في هذه الذهبي يذكرها في العلو، لاحظ انه هي اشارت الى السماء، لاحظ لم تقل انه هي كانت اعجمية او كانت خرساء او كذا، فهم جاءوا فضعفوا هذه الرواية، لأنه بيقول لك شوف هون شوف، قلت يا رسول الله فأين الله؟ قالت أشارت إلى السماء بإصبعها، قال من أنا؟ قالت لكن هذه رواية أبي هريرة. على كل ناي أنا عملت عليها مجالس هي قضية حديث الجارية، يعني لن نطيل بأكثر من ذلك. طيب في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.